تدر على القادة الأمنيين وبعض الجهات السياسية المتنفذة أموال طائلة تصل إلى 200 مليون دينار عراقي يومياً. سيطرة الصفرة وجه ووجهة أخرى للفساد الحكومي. الفساد في العراق صار عادة واعتياداً في المؤسسات الحكومية وكل الفروع التابعة لها، ومنها بطبيعة الحال السيطرات الأمنية الممتدة على طول الطرق المؤدية إلى العاصمة بغداد. طوابير من المركبات على امتداد عشرات الأميال، والانتظار يصل إلى أسابيع لعبور نقطة تفتيش يقول المواطنون أنها تحولت إلى جمركية، لا لأنها بين دولتين بل لأنها تدر أموالاً طائلة على قادة أمنيين وجهات سياسية متنفذة. كل أبوه كل فلوس، هاي بامر ليق 15 25 بالصفرة 25 ترجع 25 محمل فارق 25 بوق 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 جمرك يبوق كله يبوق دنيا كلها تبوق سيطرات كلها يبوق. المواطنون من أصحاب مركبات الحمل يتحدثون عن آليات متبعة من قبل السيطرات لدفع المبالغ، حيث يقوم المنتسبون فيها بجمع الأموال لتسهيل عملية المرور، ومن لا يدفع ما قيمته 500 إلى 1000 دولار فهو لن يعبر قبل أسبوع. الفلوس يروح على جيب الحشاك البواقين كلهم يبوقون، يعني هذا السيطرة اليوم سوي قمرك روح على سلمان بيك سيطر الاخ هم ياخذ 15000، جسر المكسور ياخذ، بعظيم ياخذ مسوين وصل مال ماليه ما ادري شنو 25000، فارغ محمل تروح ترجع ياخذون منك. سيطرة الصفرة شمالي محافظة ديالى وسيطرة الصقور عند مدخل بغداد من جهة محافظة الأنبار هما الأسوأ سمعة والأكثر زحاماً، فالمركبات تقف فيها على امتداد البصر تنتظر العبور. وتقول المصادر إن نقطة الصفرة والتي تسمى الآن سيطرة البورصة تؤجر في الساعة الواحدة بمبلغ 30000 دولار للساعة الواحدة. من سيطرة سلام بيك وباتجاه مدينة الخالص ومن ثم ديالى هناك عدة سيطرات تقبض من المواطنين السواق الشاحنات مبالغ مادية لقاء أمور روتينية وهي خارج عن القانون. هذه الإجراءات دفعت السائقين إلى الإضراب والاعتصام في الشوارع، مطالبين أصحاب القرار بوضع حد لهذه الظاهرة الآخذة بالنمو والانتشار في السيطرات والحواجز الأمنية.